لكل منا عادته الخاصة التي يتبعها يوميا ويعتقد بأنها أمرا بديهيا لا يمكن الاستغناء عنه. لكن هل انتبه أحدكم إلى أننا قد نبالغ في فعل بعض الأمور لدرجة أننا نثير الحيرة والغرابة في قلوب الآخرين؟ أعلم أن الفضول قد انتابكم لمعرفة الأشياء التي قد تفرطون في القيام بها، لذا شاهدوا معي هذا الفيديو الذي يكشف عن العادات التي تقوم بها الأبراج بشكل مبالغ فيه، واكتشفوا السبب وراء ذلك. لكن قبل أن نخوض في التفاصيل، لا تنسوا أن نقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديد فور نشره. هذه هي العادات المبالغ بها عند كل برج. برج الحمل. يميل مولود برج الحمل إلى حب المغامرة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي قد يعرضه للمخاطر بسبب اندفاعه لخوض تحديات مختلفة، حيث لن يفوت مولود هذا البرج أي فرصة قد تتاح له لتجربة الأشياء الجديدة والاستمتاع بأوقاته، فهو يحب أن يفعل كل ما يخافه الآخرون ليثبت شجاعته ويتباهى بقدراته أمامهم، ولن يتبع الهدوء عند ذلك، بل سيحاول لفت انتباه الجميع بشجاعته منقطعة النظير. برج الثور. يهوى مولود برج الثور المظاهر الخارجية، ويسعى دوما للظهور بكامل أناقته، لذا سيبالغ مولود هذا البرج في مظهره عند إقامة حفلة ما، ولن يقتصر ذلك على ارتدائه أفخم الملابس وحسب، بل سيستعرض كرمه أمام جميع الحاضرين ليقدم لهم أفخر المأكولات في صحون مزخرفة وباهظة الثمن. ولن يمتنع مولود برج الثور عن إنفاق كل ما يملك كي يحصل على حفل أشبه بالحفلات الملكية، ولكي يترك أثرا لا ينسى في عقول الجميع. برج الجوزاء. يتشابه مولود برج الجوزاء في المبالغة بالحفلات مع مولود برج الثور، حيث سيقدم مولود هذا البرج كل ما من شأنه أن يعطي المتعة للحاضرين، كاستئجار فرقة موسيقية وشراء ديكورات مميزة. ولن يهتم مولود هذا البرج بالتكلفة طالما أنه يحقق المتعة من وراء ذلك، إلا أن الفرق يكمن في عدم تركيز اهتمامه على مظهره وعلى نوعية الطعام المقدم، بل إن مولود هذا البرج سيبدي حماسا منقطع النظير عند خوضه لأي حديث مع الآخرين، كما إن ضحكته سترن في أرجاء المكان كافة. برج السرطان. إن المشاعر الرقيقة التي تميز مولود برج السرطان عن غيره من مواليد الأبراج الأخرى ستكون سلاحا ذو حدين، لأن اعتماد مولود هذا البرج على عواطفه وتفاعله الشديد مع الموقف الذي يعيشه سيكون في قمة المبالغة، فميله إلى تضخيم الأمور وتهويل الأحداث سيتسبب له بالتعب والإرهاق. ومن الجدير بالذكر إلى أن انتهاء الحب بالنسبة لمولود السرطان سيكون بمثابة إعصار يضرب أركان قلبه ويهز كيانه. برج الأسد. يهتم مولود برج الأسد بكيفية قضاء أيام العطلة بشكل مبالغ فيه، حيث إنه لن يفوت فرصة الاحتفال بأي مناسبة في المنزل مع أفراد عائلته أو أصدقائه، بل سيبذل كل ما بوسعه في تزيين المكان وشراء مستلزمات الحفل، كما سيبالغ في نوع الملابس المختارة لدرجة أنه سيميل لارتداء الملابس الخاصة بالأعياد والمناسبات الضخمة.
بالإضافة إلى حبه المفرط لتلقي الهدايا حتى في الأيام العادية التي لا تستوجب على الآخرين شراء هدية له. برج العذراء. يعاني مولود برج العذراء من صعوبة في الاعتراف بأخطائه، بالإضافة إلى رغبته في إقناع الآخرين بصحة أقواله ووجهات نظره، لذا سيميل مولود هذا البرج إلى المبالغة في الدفاع عن آرائه، حيث سيبذل قصارى جهده للبحث عن أدلة وحقائق ووثائق تؤيد رأيه وتخيب أقوال الآخرين، وسيفعل كل ما بوسعه في سبيل تنازلهم عن أفكارهم والتسليم له بما يقوله فقط. لهذا السبب ستكون عدم رغبة مولود العذراء بالاعتراف بهفواته ودفاعه المبالغ به عن مواقفه مصدر إزعاج للكثير من الناس. برج الميزان. يميل مولود برج الميزان إلى الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشتى أشكالها، حيث لن يفوت مولود هذا البرج فرصة نشر صوره على جميع حساباته، كما سيبالغ في مشاركة أفكاره مع الآخرين إلى درجة أنه قد يصل إلى حد السخافة أحياناً. ولهذا السبب سيبدو مولود برج الميزان مدمناً إلكترونياً، وسيكون قادراً على معرفة الأشخاص الذين لا يتابعونه بشكل جاد ولا يعجبون بمنشوراته، لينتهي به الأمر إلى حذف صداقاتهم وإلغاء متابعتهم، وقد يمتد الخصام إلى حياة مولود هذا البرج الواقعية. برج العقرب. إن الغموض الذي يعتمده مولود برج العقرب كأسلوب حياة يومي قد يرى من قبل بعض الناس على أنه أمر مبالغ فيه، كما إنهم قد يعتقدون بأن معاني الشر تكمن خلف صمته، إلا أنهم يسيئون فهم تصرفاته التي توحي بالغرابة وبعدم رغبته في البحث عن مكنوناته أمامهم. لكن السبب في لجوء مولود هذا البرج إلى الصمت وتوخي الحذر والإبقاء على الأفكار والمشاعر طي الكتمان هو رغبته في حماية نفسه من أي أذى قد يطال قلبه ومشاعره. برج القوس. حين يتعلق الأمر بالفكاهة وصنع جو من المرح في المكان، سيبالغ مولود برج القوس في قول الدعابات والفكاهات المختلفة، حيث إنه سيفعل كل ما من شأنه أن يثير الضحك ويلفت انتباه الجميع حتى لو تطلب الأمر بعض المبالغة. ففي حال وجوده مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء أو مع أفراد العائلة، لن يتوقف مولود برج القوس عن لفت النظر للأشياء المضحكة، ولن يكترث للسخافة التي قد يبدو بها أحيانا، لأن كل ما يهمه في ذلك الوقت هو الحصول على المتعة وإطلاق العنان للضحكات من كل صوب. برج الجدي. إن أكثر ما يثير الغرابة في شخصية مولود برج الجدي ورغبته في الحصول على الأشياء بأسرع وقت ممكن، فعلى الرغم من الشخصية الجادة والعملية لمولود هذا البرج ومقدار الصبر الذي يتحلى به للوصول إلى أهدافه وتحقيق نجاحات مهمة، إلا أن مولود الجدي سيقف ضعيفا أمام رغباته وسيبالغ في السرعة المطلوبة للحصول على ما يريد. مثلا عند رؤيته لحذاء مميز سيرغب مولود هذا البرج بشرائه في الحال، وكذلك الأمر بالنسبة لكل ما يثير إعجابه ويرغب في اقتنائه. برج الدلو. يسعى مولود برج الدلو للتميز والظهور بشخصية مختلفة في كل جوانب الحياة، فهو لا يحب اتباع الأشياء التقليدية والمعروفة بالنسبة للجميع، إلا أنه سيفرط في ابتعاده عن المألوف
وسيبالغ باختلاق الغرابة في كل تصرفاته. مثلا لن يقبل مولود هذا البرج بارتداء ما هو شائع ومعروف لحضور حفل ما، بل سيحاول توظيف إبداعه لتصميم زي جديد لم يسبق لأحد أن جربه ليكون محور انتباه الجميع. لهذا سوف تتجلى المبالغة في الأسلوب الذي يتبعه الدلو للوصول إلى القمة وصنع التميز. برج الحوت. سيبالغ مولود برج الحوت ذو الشخصية الرومانسية والقلب الرقيق في طريقة التعبير عن حبه للأشخاص، فحين يتعلق الأمر بإظهار المشاعر لن يمتنع مولود هذا البرج عن فعل كل ما بوسعه كي يعبر عن حبه وأحاسيسه المرهفة. وعلى الرغم من أنه يتجنب سرقة الأضواء وجذب انتباه الجميع، إلا أنه سيبالغ في تقديم الهدايا لمن يحب، وسيعتمد على الجانب الإبداعي لكتابة قصيدة أو رسم لوحة تعبر عن فيض مشاعره، غير مكترث بالصخب الذي سيجري من حوله.